السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحصل كثير أنه يكون في خلاف بين المقاول والمالك، أو المالك والاستشاري، أو المالك والمهندس، تحصل ولأسباب مختلفة. لكن هذا الشيء يا أخي العزيز ما يدفعك أنه أنت تروح من وراء الكل وتعمل اختبارات للأعمدة وللأسقف، وانت تحدد ان انضاف ماء او ما انضاف ماء، وتتهم الجميع بالتقصير. انا ماني شايف عندك اول شيء يدل على انه في عندك مشكلة من المظهر الخارجي. ثاني شيء بدي اعطيك خبر صادم، حتى لو كانت بعض الاختبارات فاشلة، احيانا التحليل تبع المهندس هو اللي ينجح الاختبار. فالاختبار ممكن يفشل، ممكن، لكن الخرسانة تكون ناجحة. فاحنا لا تعتمد على الاختبار، هذا اول شيء. وثاني شيء اجراءك مثل اللي اخذ ابنه على المستشفى على غرفة العمليات على طول، ما اعطى فرصة للدكتور انه يكشف عليه. وربي يوفقك ان شاء الله وتحل مشاكلك.